عالسلامة مدام. عالسلامة لباس. لباس. مرحبا بكم لباس. أتمنى روح. كان أنا مواطنة تونسية. قيمة بالخارج. قيمة كنت في الخارج. وين مدام في الخارج؟ أنا عشت كنت برا عايشة من 2011 برا عايشة في إيطاليا وكذا، وتويكا عندي من 2021 روحت لتونس ورجعت لتركيا، فهمت؟ قعدت في تركيا، مشيت للخليج، مشيت للإمارات، عندي فكرة. عندك فكرة بالبيع على الخارج الكل؟ الأوروب والخليج؟ الأوروب، الأوروب يتماشوا معنا، معناها نتماشوا مع الأوروب، يعني نقبلوهم يقبلونا. الأتراك للأسف ما يحبوا رواحهم أنانيين، فهمت؟ يحبوا مصلحتهم، ما يحبوش العرب، يتظاهروا لكنهم يحبوا العرب ولكن للأسف، فهمت؟ ولكن يحبوا بلادهم وطنيين. يا ريت تونس تاخذ، فهمت؟ يا ريت تونس تكون على المنوال نتاع التركيين، تكون تونس تنجح. توانسة يا ريت انهم يمشيوا على كيما في الاتراك، يحبوا بلادهم، خدامين نشطين ليل ونهار يخدموا، ببلادهم نظيفه، لاهين ببلادهم، يحبوا بلادهم، يحبوا لغتهم، معناها حاجه، فهمتي؟ التوانسه للاسف ما. انت مادام حاليا مقيمه بتركيا؟ انا هني مقيمه في تركيا وروحت عندي ثلاث ايام تويكا، فهمت؟ دونك مشيت للخليج، الخليج مشيت لعمان، شعب طيوب عمان، محلاهم، يحبوا التوانسه، نحكي لك على الفكره اللي فهمتي. الاماراتيين لا، الاماراتيين اشرار، ناس اشرار، ناس انانيين. ديما في اي بلاصه فما البيه والخايب، يعني ما نعموش. الاتراك لا، اسمها الاماراتيين وين يهبطوا في بلاد راهو مشتد، يدخل مشكل بروبليم، فهمت؟ الاماراتيين ماهوش باهين، قلابين، منافقين، ناس متخلفين، ما يحبوش التوانسه. هذا بالنسبة للإماراتيين، أنا شفت الإمارات قعدت 7 شهور خذيت فكرة، فهمت؟ بالنسبة لتونس كما قلت لك، تونس يعني نقصها أنه من وطنية، الوطنية يحبوا بعضهم، يحبوا بلادهم ويشتغلوا، فهمت؟ بين البلدان اللي أنت زرتها هذه الكل وعشت فيها، البلدان هذه الكل مختلفة، وبين تونس شنو تنجم تعمل؟ شنو تنجم تقول؟ تونس لازم الشعب يكون وطني، لازم يكون يشتغلوا شغل، مش تتقدم البلاد شغل، ويحبوا وطنيين، يحبوا بلادهم، يحبوا بعضهم، ينحي الانانيه، ينحوا فهمتي، ينحوا كل حد يحب ليه، كان كل حد يحب ليه ما يوصلوش، تمشي السنوات وتجي السنوات وما يوصلش، ما يوصلوش، كل حد يحب ليه، معناها فهمتي، يعني لازم يحبوا بعضهم، يحبوا بلادهم، يشتغلوا على بلادهم، يعطوا فيك صوره باهيه على بلادهم، وتونس محبوبه، فهمت؟ اما كما قلت لك يعني بالنسبه للخليجيين، راهو الخليجيين ماهمش خساره، تاهم ربي البترول، عندهم لا ثقافه لا تاريخ لا حضاره لا، فهمتي؟ والدول المتقدمه الاوروبا، الاوروبا تونس محبوبه في تونس، انا قعدت فتره في ايطاليا كذا، معناها ما يحبوا التوانسه، معناها التونسي معناها يلقى روحه في الاوروبا اكثر من الدول العربيه. انت مادام هنا جيت عادي في ايامات وراجعه، معناها باش ترجع في ايطاليا تويكا ان شاء الله، باش نمشي عندهم ان شاء الله اذا ربي يسهل. في تركيا؟ ليه ماني تركيا عاد مكة، وان شاء الله معناها توا بناتي معناها وصلوا عطوهم الاوراق، ان شاء الله يعملوا لي لم الشمل باش نمشي نرجع حداهم، فهمت؟ تستقر في بلادك ولا لا؟ في بلادي نستقر، علاش لا؟ نمشي وين جي على بلادي، معناها واحد مرجوع لبلاده سواء كان مهما كان باش استقرار دائم. استقرار دائم. ديما انا قبسية، معناها داري في قابس، نسكن هنا، داري في تونس، عندي دار في تونس، يعني الحمد لله، فهمت؟ ولكن معناها الظروف انا بناتي عندي بنت قاريه الاستاذيه، فهمتي، انجليزيه، ما لقيتش الشغل بالقديه، مشيت لايطاليا، البنيه الاخرى كذا اللي مستوى باك عامين، معناها ما لقيتش الشغل، مشوا لايطاليا هاك يشتغلوا تو، فهمتي؟ يعني بلادنا للاسف ملي صارت الثوره باش تتقدم، فهمتي كيف؟ فماش تقدم في المطار وفي التاكسي، نشوف الشوارع ديما هي ما فيش نظافه، ما فيش لهوة، ما فيش، معناها فهمتي، يعني شوفي معناها تركيا، معناها تركيا ايش عندهم سياحه، معناها شوفي كيفاش بلادهم، فهمتي، تمشي تطلعي في الشارع وكلها نظيفه، كلها خضرة، كلها الناس تشتغل ليل ونهار كذا، يا ريت التوانسه هكاك يكونوا محرحرين، يكونوا نشطين، فهمتي. تركيا ضربت خاصه بعد الزلازل. هذاك الزلزال حاجة الله، معناها فهمتي كيفاش، ولكن ها الزلزال وهاك شوفي معناها يعني تدخلي لبلادهم في ساعة المطار كذا، الدنيا معناها تحسي روحك معناها في بلاد خدمي، يخدموا شعب، يخدم شعب ناشط، فهمتي؟ توانسة بخلة.
حاجه ما يستاهلوش، مش كل اما حاجه ما يستاهلوش يعني اكثرتهم بخلاء، ويحبوا الخبزه البارده، وفي معنى كل حد كيحب وحده كيحب ليه، وكل حد معنى والله البرا برشا تسمعين يقول لك تونس فك عليه من تونس، شفتي كيفاش فكره؟ التركي ما يقولهاش، الخليجي ما يقولهاش، فهمتي كيفاش على بلاده؟ نتمنى ان شاء الله ان شاء الله الامور تتوفق، فهمتي ان شاء الله اللي نتمنى من الله ان ربي يوفق ان شاء الله البلد هذه، لان حلوه بلادنا فهمتي. شفتي انت الخليج، الخليج عايشين بالمكيفات، انا قعدت 7 شهور في العين مدينه اسمها العين، عايشين بالمكيفات 50 سخان عندهم، تمشي دقيقتين في الشارع في السخان تحسي روحك دختي، معناها طقس بلادنا حلوه، طقسها كما احلى كما في تركيا كما لاوروبا فهمتي، معناها يلزم يتولهوا بها، يلزم يخدموا، يلزم نظافه، يلزم معناها شغل، يلزم نظام، يلزم ينقصوا، زاد المعيشه غاليه شويه، غاليه هنا معناها تركيا ممكن ارخص شويه بالرغم من السياحيه وكذا و... انه البلدان الكل توا تشهد غلاء يعني مش كان تونس. ايه والله لا تونس اغلى في حاجات اغلى تو. في تونس في حاجات اغلى فهمتي؟ يعني تركيا معناها مثلا مثلا المعيشه فهمتي، انا شفت غادي كتدخلي للسوق كذا معناها حاجات ملابس بالطبيعه عندهم رخيصه، الملابس بالطبيعه الملابس عندهم رخيصه ولكن المعيشه رخيصه، غاديك تدخلي معناها السوبر ماركات يعني تركيا معروفه بالملابس، الاسواق نتاعهم الخضروات كل شيء رخيصه، ارخص من هنا فهمتي، ارخص الفندق نتاعهم 200 ليره من فندق هكا، معناها هني شوفي معناها الفنادق كيفاش، أنا اقل حاجه يعني بفلوسنا معناها يقول لك مثلا 80 ولا 70 ولا اكثر فهمتي، ومش كما في تركيا فهمتي، والاكل التونسي والجو التونسي كله معناها محلاه بلادنا فهمتي كيفاش، برشا ناس نسمعها منهم البر يقول لك والله تونس حلوه 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 خضراء وحلوه نظيفه وباهيه وحلوه وكذا. فخوره بانك انت تونسيه. انا فخوره ونتشرف اني تونسيه، ولكن انه للاسف هل الثوره ما فيش تقدم، ما ثماش حاجه، ما ثماش حاجه. تتمنى انه بلادك تكون متقدمه. اه بالطبيعه اي تونسيه واي تونسي عنده الوطنيه مهما كان، مهما كان ممكن في لحظه طلوع غش يقول لك لا تونس ولا ما نعرف شنو كذا، ولكن بعد هو ما بينه وبين عقله يرجع يرجع حساباته ويقول لك تونسي مهما كان بلادي، بلاد جدادي، بلاد امي بويا فهمت، يعني ولاده كذا مرجوع الواحد لبلاده. لكن يلزم كما قلت لك يلزم وطنيه، يلزم يحبوا بعضهم يحبوا بلادهم، يلزم الشغل، يلزم معناه بلاد يعطوا تقدم كما الصين، كما الصين والجابون كيفاش تقدموا، ما يخدموا ليل ونهار كما الاتراك يخدموا ليل ونهار معناها باش تقدموا. مدام تو باش نخلي لك الكلمه الاخيره، شنو تحب تقول للتوانسه عامه؟ والله نقول لهم كما قلت لك يعني نقول لهم انا حبوا بلادكم، حبوا بعضكم، وقفوا مع بعضكم، ساعدوا بعضكم، ديما اعطوا صوره باهيه على التوانسه، الخاطر ديما مهما كان تونسي معناه تونسي فهمتي، يبقى تونس تونس، سواء بامريكا سواء بيعيش وين وين اي قاره لازم باش يرجع لبلاده صح؟ ايه ان شاء الله يكون الخير يعني ان شاء الله. شكرا.